صاحبي اخ الله وكيلك الله وكيلك حاسس بدي ادخلها. ايه والله وانا مثلك يا صاحبي. انت كمان مثلي حاسس بدي ادخلها؟ لك مو بس بدي ادخلها، ضيقت حال، ضيقت مصاري، ضيقت نفس. خلينا والله انت من يوم يومك بتسقبتنا. ايه مزبوط انا نقام ولا بيعجبك العجب ولا صيام برجع. ليش بقى هات لنشوف. انا بقول لك ليه، انت عم تشتغل ولا ما عم تشتغل؟ والله اذا بتعتبر تنظيف السيارات بالشوارع شغل، ايه عم اشتغل اخي. الحمد لله عم اشتغل وعم يجيك دخل. والله اذا بتعتبر هال 200 300 ورقه مطالعهم بالنهار شغل دخل، ايه عندي دخل. ايه اخي عندك بيت ولا ما عندك بيت؟ سيدي اذا معتبر هاي الغرفه اللي عندي هاي يعني مثل التنكه غرفه، ايه قاعد ببيت عندي بيت. حلو، مرتبط ولا ما انك مرتبط؟ والله اذا فكرك يعني هاي الحب اللي عندي مره، ايه مرتبط. حلو كثير، لسه بالسقفتنا بيت ودخل وعين الله عليك ومرتبط، شو بدك حسبنا؟ ايه والله عم نق، انا عم نق بطران اخي، انا بطران. لك شو بدك بالبطل؟ بلا البطل طول بالك. يلا عمو يلا على البيت يلا على البيت. ايه عندك بريق شاي ولا ما عندك؟ والله ما بعرف، اذا معتبر هي تدورها للنحاس اللي عندي بريق شاي. ايه عندي. اعزمنا على كيس الشاي. الله وكيلك نشف الدمي. شرف تفضل تفضل. والله دقت اخلاقي، الله وكيلك دقت اخلاقي. طلنا هيك على شي شغله نشوفها نتفرج عليها. شو بدك اخبار ولا كرتون؟ كرتون. حدا بشوف كرتون بهالاوضاع العصيبه هي؟ لا ما بدي كرتون، بدي اخبار، يعني بشوف شو صاير بهالدنيا. والله معك حق، حدا بيشوف كرتون بهالاوضاع العصيبه. هدي هدي لقلك. شو عم تساوي هلا بتعرف؟ كانت تلك العناوين والان الى الاخبار بالتفصيل. ذكرت وكاله الانباء ان اليونان تعاني من ازمه اقتصاديه حاده جدا،
وقد عزى الخبراء الاقتصاديون السبب إلى فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير عجلة الاقتصاد اليوناني على مر السنوات الماضية وهدر المال العام في اليونان دون حسيب أو رقيب. الحمد لله اللي مو عنا. اي والله مو عنا الحمد لله، لكن الحمد لله اللي مو عايشين باليونان. حميد ربك اللي مالك عايش باليونان. فعلا 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 معك حق، عن جد انا نقاه وبلا طعمه. ومن الجدير بالذكر ان هذه الازمه قد سببت موجه غلاء عارمه اجتاحت اليونان من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، مما حدا بالحكومه اليونانيه الى رفع الدعم عن اسعار المازوت. ومن الجدير بالذكر ايضا ان الحكومة تدرس حاليا امكانية توزيع قسائم من المازوت على المواطنين اليونانيين. الحمد لله مو عنا. سمعت؟ سمعت بدنا؟ سمعت سمعت، فعلا اللي بيشوف مصايب الناس بتهون عليه مصيبته. اما في زيمبابوي فتفيد التقارير الواردة بان العقار يشهد ارتفاعا كاسحا في البلاد، حيث ان اسعار العقارات ارتفعت في زيمبابوي 10 أضعاف خلال 5 سنوات الفائتة، حيث بلغت النسبة المئوية 500%. الحمد لله مو عنا. حيث تفيد التقارير الواردة من هناك أن سعر المتر على العظم في ضواحي العاصمة الزيمبابوية قد بلغ أكثر من $1,000 أمريكي، أي 50,000 ليرة سورية. الحمد لله مو عنا. مما حدا بالمواطن الزيمبابوي إلى الاستعانة بالأجار هربا من غلاء الأسعار، كونه عاجز عن تأمين مسكن يتمتع بالحد الأدنى من مواصفات السكن الآدمي. يا لطيف. الحمد لله مو عنا. شايف قديش غالي البيوت بزيمبابوي؟ اي والله نار وكاوي بزيمبابو هاي. زيمبابوي. ايه هاي. ذكرت وكالة الأسوشيتد بريس أن أزمة كبيرة في الطاقة الكهربائية تجتاح جمهورية أفخازيا. ومن الجدير بالذكر أن موجة من الحر تجتاح أفخازيا تسببت بانقطاع التيار الكهربائي وبزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية فيها. ومن الجدير بالذكر أيضا أن برنامجا للتقنين الكهربائي قد أقرته الحكومة الأفخازية، وسيبدأ التقنين في أفخازيا بدءا من مطلع الأسبوع القادم، علما أن هذا التقنين سيبدأ في المناطق العشوائية الأفخازية لا في المدن الرسمية. الحمد لله مو عنا. يا لطيف على قطعة الكهرباء بهالشوب والحرائي. اي والله اي والله شوب. والان الى باقة من الاخبار المنوعة. لقي مواطن سيراليوني حتفه عندما اصيب بجلطة عابرة اثناء سيره في الشارع. ومن الجدير بالذكر ان هذا المواطن نقل على عجل الى مشفى سيراليون المركزي، لكن الاسعاف قد تعطلت في الطريق، مما حدا به إلى لفظ أنفاسه الأخيرة على باب المشفى في سيراليون. يا حرام يا حرام، الحمد لله اللي مو عنا. مسكين بزاعل، يلا خالص عمره الله يرحمه. ومن الأخبار الطبية المنوعة أيضا، لقي مواطن موزمبيقي حتفه بعد أن وضع في فمه بطريقة الخطأ نربيش من غاز النيتروجين السام بدلا عن غاز الأكسجين المنعش. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الحمد لله يا ربي اللي مو عنا. الله يعين أهله. وفي غواتيمالا تم فصل أكثر من 100 موظف حكومي لأسباب تمس النزاهة العامة والفساد الإداري حسب تصريحات الحكومة الغواتيمالية. أعزائي المشاهدين، نشرتنا مستمرة وقد وردنا هذا الخبر العاجل. في سورينام عقد اجتماع للجنة المركزية المنبثقة عن اللجنة الفرعية للمكتب التنفيذي السورينامي. وكما عقد هذا الاجتماع بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الحرفية المنبثقة عن المؤتمر الرابع الاستثنائي، حيث تقرر إحالة جميع بنود هذا المؤتمر والمطروحة للجان مختصة لوضع استراتيجية عمل سورينامي من أجل تفعيل عمل اللجان الاستشارية للوصول إلى صيغة عمل واضحة لمناقشة الأمور الحياتية والمعاشية للمواطن السورينامي. أوف يا هل تعال قلبنا، شو هي عنا ولا مو عنا؟ والله ما بعرف عنا ولا مو عنا. شو عم تحكي أنت وياه ولا حيوان؟ والله العظيم يا سيدي ما عم نحكي شيء، الله وكيلك ما حكينا شيء سيدي. لكان اقعد منيح أنت وياه ولا كر، نزل مكسورتك وانتبه للنشرة. تمرين سادس، خذ وضع نفذ من العداد.
بتضلوا مقبورين على وضعياتكم لحتى تخلص النشرة الجوية. حاضر. والآن إلى النشرة الجوية. تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يسيطر على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مما يتسبب بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في اليومين القادمين. والآن إلى درجات الحرارة المتوقعة لليوم ويوم غد في المحافظة. بلشتوا تصوروا الدور حلو ان شاء الله. الف مبروك. لا ماني زعلانه، بس يعني انا قلت لحالي الاصول تخبروني اول. تخبروني انه انسحب الدور مني. مو مشكله مو مشكله، خلص ولا يهمك. اي منيح. لا اذا راما منيح كثير. لا حتى هي زميله يعني، والله طير لعقلي البنت. ماشي ماشي، لا كلكم ذوق ما بتقصروا. الله يخليك كلك ذوق. شكرا كثير. اهلين اهلين. يا هلا يا هلا. الله معك. اي والله شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. شرفي فوت لجوا. لا معلش تفضل، هدول هن القصص اللي كاتبتهم. هلا انا ما رح اقراهم، بس انا متاكد انهم حلوين كثير كثير. ان شاء الله ان شاء الله يعجبوك. اذا بدك شرفي اقراهم جوا سوا على رواق. تعالي. ايه لو حالنا. ايه بخاطرك لك. اهلا وسهلا. اهلين. شرفتي مكتبك ومطرحك. شكرا. شو الاسم الكريم؟ لما. اها عاشت الأسامي يا لما. شو العمر؟ 25 سنة. العمر كله يا رب. ميرسي. شوفي أنسة لما، أنا بحب الصبايا كتير، لأنه الصبايا هنن طاقة، هنن تجدد، هنن حيوية بالأحرى يعني. شرفتي. أنسة شو الاسم عفوا؟ لما 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 عفوا. عاشت الأسامي يا لما. ممكن توقفي بالله؟ عفوا؟ وقفي إذا بتريدي. ممكن تلفي؟ ايه. وقفي كملي لفة. تفضلي ارتاحي. ارتحت. انسي لموش، انا برأيي انه تنحفي حالك كلياً ثلاثة، هيك بيلزمك. هي وجهة نظري بالأخير. وبالنسبة لمكياجك يا ريت هيك تزيدي فيه شوي، لأنه المكياج هيك الفاقع بيعمل شاينينج للوش. هذا اقتراحي عليكي.
عفوا، لأي ساعة فيكي تتأخري؟ والله ما فيني أتأخر كتير عن البيت. شوفي، أنا عم بعطيكي 40,000 ليرة مشان تتجاوزي كل الخطوط الحمر. عفوا، شو هي الخطوط الحمر؟ الخطوط الحمر أو خليني أقول اللون الأحمر، هو لون حار عموما، من الألوان الحارة أنا بحبه كتير. أنسى لموش. ما جاوبتيني نهائيا. ما فيني أتأخر عن البيت نهائيا. ما تتلبكي، فرصة سعيدة. ألو، بعتي لي الصبية الثانية إذا بتريدي. ألو أهلين، إيه أنا دينا. أهلين أستاذ مازن. تمام الحمد لله، والله كله تمام بخير. وحضرتك؟ تمام. حلو تاريخي؟ كتير حلو. لا هو ما وصل للنص بس. رشحتني، شكرا كتير كتير، والله كلك ذوق. ايه طبعا بدي حلوان لكان، تكرم عينك. مشوار لوين؟ لا والله تعرف شو يعني مشاوير ما بطلع اصلا، ما في وقت يعني. بس اذا بتحب خلص حلوان تكرم عينك بيوصلك على البروفا. قبل البروفا؟ طيب بتعرف شو استاذ، انا بدي اعتذر منك كثير، بس عم باكل، بخلص اكلي وشاف حاكيك. ماشي شكرا شكرا شكرا، الله معك، باي باي. كمان مستحيل، ماني عم بقدر صدق. انت الجرأة والتحرر اللي بكتاباتك بتخلي الواحد ما يترك الكتاب من ايده ولا دقيقة. شكرا كثير استاذ، عجد فاجأتني، شكرا. انا ماني عم جاملك، انتبهي. قسما بالله اذا انا ما خليتك تكتبي بمجلتي انا بكون الخاسر الوحيد في هذا العالم. خجلتني، شو بدي لك، شكرا كثير 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 استاذ، شكرا. ليش واقفة؟ تعي عدي. لا تعي. انا لازم امشي هلا، خلص ما بدي اقعد. تعي وين بدك تمشي؟ لا معقول انا خليكي تمشي قبل ما نحكي بموضوع الادب ونأمن قعده مرتبه؟ خطك لعمى بقلبك ما اوقحك. ما معقول، شو فرحانه يا استاذ سامر، ما بتتخيل، هي اول امسيه قصصيه لإلي رغم انه هذا كتابي الرابع، بس انا ما هيك سعيده كثير. طب يا ستي شو رايك انه انا فيني خليكي تنشري بمجله القصص الادبيه؟ عن جد عم تحكي استاذ؟ طبعا شبهك، انا واصل بالمجله وقلي كلمتي. لا اكيد بعرف، بس انا حلمي توصل كتاباتي للناس. خلص اعتبري حالك انه صار لك زاويه بالمجله. زاويه بالمجله؟ استاذ سامر الله يخليك، انا ما بتحمل يعني، إذا هذا الحكي ما صار حقيقة أنا بجن. لا هيك رح أزعل منك، يعني معقولة أنا أكون عم كذب عليك؟ لا أعوذ بالله، أوهك تزعل، لا بالعكس. خلص ولا يهمك، مالي زعلان. طيب شو رأيك هلا نروح سوا هيك نعزمك لغنية عن بيت، شمني هيك كستنا، نشرب شغلة هيك خفيفة لطيفة هيك ونتزاجب أطراف الحديث. أستاذ سامر قليلي خاطرك. إيه شو عليه؟ أنا الحق علي. يخرب بيتك شو معقدة ودقة قديمة. مطلوب سكرتيرة ميلاد يا موري لا يتجاوز عمره، الله لا يوفقكم.
ما بتذكرت الانجليزية طويلة منيحة. الكمبيوتر والانجليزية غير ضروريات. اهلين استاذ تسعود. قابلة تعلم تمام الحمد لله. لا ابدا ما كنت نايمة بس يمكن صار لي زمان ما حكيت. ايه لا ماني مرتبطة بشي ولا لا والله ابدا ما وقعته. بكره على الغدا. غدا ايه خلص ما في مشكله. خلص اذا المدام موجوده معناته المدام مسافره. طيب بتعرف شو استاذ انا عن جد يعني كنت عم فكر بكره اطلع الضيعه ف خلص بلكي بنخليها لغير مره. ماشي لا ولا يهمك. لا انا اللي اسفه. شكرا شكرا كلك ذوق. سافره المدام. يعني ايه انت بده يصير الوسط الفني مثل العالم والخرب؟ والله ما عم بفهم. ايه ما عم تركب براسي. صاروا ساحبين مني اكثر من 20 نص وانا قاعد عم بتفرج. عم تسمعوني؟ شي بيلي بده يتعشى برا، شي بيلي بده ياخذ دورة، شي بده يصاحب، شي بده يرافق، شي متجوز بده يدوبل على مرته. ايه مو معقول. خلاص انا قاعد عم ببرد اظافري. لا وانا بدي انشر كمان. اشرف لي روح انشر غسيلهم الوسخ كلهم على بعضهم. شو ما عاد في مبادئ، ما عاد في قيم بالدنيا، لسه كل واحد بيشوف وحده بيصير بده يستغلها لاخر نقطه، ما عاد في رجال، ما عاد في احترام، لا وعم بقرا كمان، ليش عم بقرا؟ بلا ثقافه بلا بطيخ، خليني احس قديشني انا تافهه. وانا لايمتى بتضل بلا شغل يعني؟ والله العظيم محور عيوني من قرايه الجرايد، لسه كل ما بتروحي على محل لانك بنت معناتها لازم يستغلوكي بهذا المجتمع. الو؟ اهلين استاذ ماجد. تمام الحمد لله كيفك انت؟ والله الحمد لله. لا ما عم اشتغل شيء. لا لا بطولة ولا ضيفة. 300 مشهد؟ ايه طبعا جاهزة. امتى؟ ايه اوكي ماشي شكرا كثير. شو هي؟ 50,000 على الحلقة؟ المسلسل. مو كأنه قالوا. خلاص منيح كتير. ماشي ولا يهمك. يلا ماشي اوكي شكرا لك كلك ذوق. شكرا ان شاء الله. الف مبروك. كيف مبروك؟ الله يبارك فيكي. مبروك. الو سدوا الدينات مناح. اهلين لما؟ أنا إيه موجودة. لحظة ألو أهلا سعاد. شغل؟ وين؟ قديش الراتب؟ شو ما كان؟ ماشي شكرا. سلم إيديك يا حبيبتي. شو طمني بدهم يعادوني على الكاشر ب 8000 ليرة بين قوسين دوامين. ماشي الحال. لك منيح. الف مبروك. مرحبا. اهلين. هذا العسل. شكرا. الفاضلة. انا فاضلة؟ اي والله الان سيهودة الفاضلة. مشغلة سيدة الحياة. الآن سهودة الفاضلة، نشكر لك اهتمامك بمجلتنا وشكر خاص للقصص التي بعثتها لنا ونعلمك بأن القصص سوف تنشر في مجلتنا ونعتذر لعدم وجود مكافآت مادية بشأن القصص وذلك لأن المعنيين بالمكافآت المادية هم فقط الكتاب الذين لهم زوايا في مجلتنا. Thank you.
خلينا نشوفك يا بي. صباح الخير ابو احمد. اهلين وسهلين ومرحبتين، 100 مرحبا. يا اهلا وسهلا، شلونك؟ شو صحتك؟ شو الحمد لله، نشكر على النعم. يا ابو احمد، ها سلم لنا هدول 4 كيلو، بعت لي اياهم على البيت. من هدول يا بي؟ من هي؟ من هي؟ لك شوف يا بي، شوف هي، شوف هي بحلاها عم تلمع وعم ترقص. شوف هي، شوف هي، ما في بيناتهم نسبة بنوم. هي كبيرة وحلوة ولمعة، من هي ما هيك استاذ؟ وينك استاذ؟ والله في عندي سؤال استاذ. تفضل اسال. يعني هو السؤال استاذ، يعني انه ليش البرتقال المستورد هاد ظريف وحلو وكبير وريان وكل الناس تطلبه، وهذا البرتقال تبعنا يعني قالب خلقته ما بيطلع منه شيء؟ ما بدي يفهم ليش استاذ. الله يصلحك يا ابو احمد. ايش شايفني، مهندس زراعي ولا خبير حمضيات؟ يا استاذ بالله شوف، مو شغله بتحط العقل بالكف. هلا هي البرتقالة شوف محلاها، عم تضوي ضوي وكبيرة وحلوة وطيبة وكل شيء وكل الناس راكدين عليها، وهي صغيرة وممحوقة وقلبة خلقتها، لك ما حدا عم يطلبها، لك ليش؟ لك فهمني ليش بس. هيك ما عاد يعجبك برتقالنا المحلي يا ابو احمد؟ هيك بكل بساطة بدك تشكك بمنتج زراعي ارضنا وتعب وعرق فلاحيننا؟ ولك بكفي انه برتقالنا شربان من مي هذا الوطن ومزروع بترابنا الغالي؟ ولك امتى بدنا نخلص من عقدة الخواجة؟ بس يا استاذ البرتقال. بس بس الله يرضى عليك. لك نحن اذا ما دعمنا انتاجنا الوطني مين بده يدعمه؟ اذا ما اكلنا من خيرات ارضنا المروية بدم الشهداء وعرق الكادحين مين بده ياكل؟ يا عيب الشوم عليك يا ابو احمد، يا عيب الشوم. لك شايف هي صحيح كبيرة وملمعة وحلوة، بس هي ناشفة ومليفة وبتعلك بالتم. أما هي اللي مو عاجبتك، صحيح صغيرة بس مليانة مي وبتروي، وهي رمز للشرف والهوية والعزة. ولك هي ذاكرتنا ومستقبلنا. شو هاد؟ شو صار؟ شو صار يا أستاذ؟ يعني كل حكاية بردقان، يعني عملت ليها قصة وحكاية ورواية طويلة. أخي كلمة واحدة، أخي البرتقال المستورد أطيب من البرتقال هذا صغير المحلي تبعنا. ولك الشغلة ما لها علاقة بقصة البرتقال وبس، هذا له علاقة بإحساسك الوطني وانتمائك لقضايا الأمة. أخي خلصنا من هالقصة هاي كلها يا بي، نكاية فيك. ها وها بطلت بيع أخي برتقال محلي أنا، لك على أي شيء خلصنا. ويا عيب الشوب عليك، يا عيب الشوب عليك، يا عيب الشوب علي أنا يا عاش البردان المستورد، عاش لك، عاش البردان المستورد. يا رجل يا رجل، بشتي اقرا موضوع مهم بهالجرايد، مو معقول كأنه صادره بالارجنتين مو هون. لا وانا ما بحرم اشتريها، كل يوم الصبح بروح بشتري الجريدة بقراها بعصب بينسم بدني بينتزع مرائي. هي مو معقول يا تبوك شي موضوع مهم. إيش شوف لي على هالموضوع، أنا ولا غيري شو دخلنا بزراعة البطيخ بزائير؟ لأو ليك هون شو كاتب؟ قال كاتب عن غلاء المعيشة بنيوزيلندا. لكتوب عن غلاء المعيشة اللي هون حاجة بقى، يخرب بيتكم والله شو تطبخونا. ها أحسن شي خليها لمسح البلور. هلأ واحد مثلك 5 دقايق بده ينسف تاريخ الصحافة الوطنية؟ ولك منو انت؟ منو انت لتحكي على الصحافة الوطنية؟ ولك هدول الصحافة الوطنية لا عم يناموا لا ليل ولا نهار حتى يكتبوا عن هموم المواطنين، ويفضحوا اي واحد بتسوله نفسه يلطش او يهبش من حقوق الناس. ولك هاي الصحافة المستنيرة اللي ما تخاف من حدا ولا بتاخد اوامر من حدا. عم تحكي عن صحفنا استاذ؟ خلاص ولاك انت التاني، اكيد انت جزء من هالمؤامرة على الصحافة الوطنية. لازمني هون، انا ماني مستعد اقعد مع هيك نماذج مسيئة للصحافة.
طول بالك استاذ، ما بدك لهالنرفزه. نسوني عم لك نسوني. طول بالك استاذ، بس لقدام شوي، مو شايف الحفريات؟ لك يا رجل هذا الطريق على عيني صاروا ناكتينو 10 مرات، مو معقول. لك كل يوم كل يوم كل يوم. طول بالك بس يا بس بس يا حيف عليكم، يا حيف عليكم. لك اللي كرمال مين عم تحفر الدولة؟ كرمال مين؟ لأن عم تفكر بالبنية التحتية للبلد وعم تطور من تجديد الصرف الصحي، وبعدين كيف بيطلع النفط؟ لك كيف بنلاقي الآثار؟ بنعرف التاريخ إذا ما حفرنا ونبشنا بهالأرض هاي؟ تعنزل عمي تعنزل بقى، صراعتنا أحسن ما يحسبوك علينا زلمة. انا قلت لك لا. لك مو اتفقت انا وياكي انه قبل الساعه 7 الصبح ما بتشغليها؟ خلاص حطوا عليكم احرام. استاذ هات لي كاسه شاي. بس خليني خلصينا بقى. وينك وينك؟ انا اليوم رح اتاخر شوي، مو ارجع لقى الصبح شغاله. اذا بتضل شغاله بعد 9 ونص دقيقه واحده بتبيع ابنك عدمها. الله معك. شو يا صاير وضعك باللوج؟ مركب صوبيه مازوت؟ ما بتصدق اذا بقول لك انه هاي الصوبيه مثل الهم على القلب؟ ليش بقى؟ شو ليش؟ مازوت حول على الكهرباء. دخيلك انت، دخيلك، على اساس الكهرباء طول الوقت جاي، ما هي مقطوعه ليل نهار، بعدين فواتير الكهرباء ارحام. اقسم بالله العظيم يا رجل عم موت من البرد، عن جد القصه صار بدها حل. والله شيء بحط العقل بالكف، يعني انه هالدوله كل التقنيين وكل الخبراء اللي عندها ما قدرت تلاقي حل للمشكله. لك حتى البرلمان ما حكوا بهالموضوع. دخيلك على هالبرلمان، ينزل واحدهم على الكازية يصف بالدور لحتى يعبي بدون مازوت، وقتها بصير يترغل مثل البلبول. ولك مين انت ويانا حتى تحكوا على اعضاء البرلمان؟ ولكن لكم الحق تنتقدوا مؤسسة من المؤسسات اللي هي رمز للديمقراطية والحرية بالبلد. ها حجي الله يستر على حريماتك، سمعنا وحل عنا. لا ما رح حل حتى افتحكم بين الناس قاعدين عم تسرسلوا على مؤسسة من المؤسسات اللي شهدت معارك مشان كرامة المواطن وإرادة الشعب. شو مفكر حالك عم تخوفنا؟ أخينا احنا بدنا نحكي اللي بدنا اياه، ولا انا خادين لا منك ولا من غيرك. لا لا منو رسلك قليل الأدب عليك. حجي تعال هلا بدك تحل من هون. احسن لك ابو عامر. نعم حضرتك ابو عامر. لك شبك طرشت ما عاد تسمع؟ مو انت ابو عامر؟ ايه ايه انا ابو عامر. انا شرف معنا على المكفر. خير شو عامل؟ اكيد غلطانين. اخي لا تنفخ لي معلقي هلا، الله يوفقك. امشي معي، انا المطلوب مني انه اخذك على المكفر موجودا. ايه خير شو في ابو عامر؟ رجعي على البيت، اكيد في غلط. وين اخذينا يا اخي؟ صدقني هذا ابو عامر مثل القطه المغمضه، يعني هذا بالذات اخر واحد تفكروا تاخذوه. ليش بقى؟ على راسه ريشه؟ ولك عم بقول لك روحي على البيت. لك شو روح ما روح، انت الثاني. يا ربي دخيلك على هالمصيبه. ظلم هذا يا جماعه، والله ظلم. يا ناس يا عالم يا ناس، لك هذا ظلم. ولك الدوله ما بتظلم حدا يا مدعيه يا تافهه. لك هاي البلد فيها قوانين وانظمه، والعزيمة بتطبع الجميع على الكبير وعلى الصغير. وأنا لولا ما عامل شيء لك ما شرفوا الشباب وأجوا لأخذوني مشكورين. روحي طبيب البيت،
روح انضمي بالبيت احسن ما تفلتي وتحكي لك كلمه ناقصه زايده على الشرطه. روحي بلي ببدك ما ببدك. طيب عليك الطلاق، انت طالعه 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 طالعه. شرفي. بصراحة أنا كتير مستغرب. خير سيدي شو في؟ يعني وقت اجتني هالشكوى عليك، قلت لحالي هاي العمي بيعملها واحد صغير مراهق أزعر، مو حدا بسنك. أنا عملي؟ أنا بحياتي ما عملت شيء. أيوه. مو أنت اللي ضاربه للمدعو عقبة خضر ومجعلك له راسه؟ أنا أضرب؟ مصري مصر واحد بيضرب أو صاحب مشاكل؟ ما أنا هذا اللي عم أقوله. إيه أكيد في غلط يا سيدي. بعدين منكم انتو ما بتغلطوا يا سيدي، انتو اولاد حكومة. طيب راح اجمعك مع المدعي، لربما كان في غلط. ايه يا ابو عامر، شايفه لهالزلمه من مرة؟ ايه طبعا شايفه. طيب هذا اللي ضربك يا سيد عقبه؟ نعم هو بذاته يا سيدي رئيس القسم. شوف يا ابو عامر، انت ضربته لهذا الشخص شيء؟ ايه طبعا انا ضربه، لك هذا ما بيستحق الضرب بس لك بيستحق القتل. وانت باي حق بتضربه؟ بحق الوطن، بحق الدوله، الدوله ما موجوده بكل مكان، الضيعينها لك. نحن لازم ندافع عنه وناخذ حقه من هيك نماذج. سيدي الله وكيلك، الله وكيلك، والله ما سويت شيء. انا وخطيبتي بامان الله عم نحكي يعني عن هيك يعني بالوضع العام، عرفت كيف؟ عم اقول انه ما رح نقدر نتجوز اذا الظروف هيك، يعني اذا الحكومه الموقره ما رفعت لنا رواتب الطاقتين ثلاث اطوار، يعني ما رح نقدر نشتري بيت صغير او نستاجر بيت ونتجوز. اما شفت لك اللي هجم علي وعيونه حمر هيك وشعره منكوش وحال الجرافي وين يوجعك؟ يعني وانا قلت لحالي رجال كبير يعني ما حلوي، قام استحكمني والله بهدلني قدام العالم. الله وكيله. شفت سيدي اعترف بلسانه عظمه بعظمه لسانه انه عم يتهم الحكومه بالاهمال، باهمال الرواتب للموظفين. انت وانت يا ابو عامر شو بدك فيه؟ يحكي اللي بده اياه، شو بدك فيه انت؟ الله اكبر سيدي، لك واحد قاعد مع خطيبته ولك يتغزل فيها يغازلها يقول لها بحبك بعشقك ولك تجتحش الحكومه بالموضوع وعم يحكي بضعف الرواتب بضعف الرواتب. هذا اذا كان كلامه صح ضعيف الرواتب والناس عم تشكي من ضعف الرواتب. بس شو هذا بوساق ما بوساق؟ هاي شغله ثانيه. انت مين كلفك بحمايه والدفاع عن الحكومه؟ ها يا سيدي انا بشوف الموضوع من منظور ثاني. هالشخص هذا بده يتجوز وبكره بيجي اولاده بيسمعوا عم يحكي عن الحكومه والرواتب وما خفى اعظم سيدي، وبتعلموا منه سرسره وكتر الحكي، وبيجينا جيل ما عنده شغله غير يحكي وينتقد. طيب تفضل سيد عقبه، الله معك. شكرا سيدي. والله مو عارفان شو بدي اعمل معك يا ابو عامر، معقول واحد بسنك يفوت على الحبوس؟ اسمع راح اساعدك وراح اقنعه يسقط حقه. لك انا حق يا سيدي؟ لك هدول الناس اكالين نكالين ولك بياخذوا رواتب الدوله وبروحوا بيحكوا عليها. ابو عامر شبك بيني وبينك كلياتنا موظفين نفهم على بعضنا، بشرفك هلا الرواتب منيحه عم تكفينا لاخر الشهر شيء؟ طبعا بتكفيه وبتزيد، بس اذا المواطن بده يصرف مصرياته على اشياء بلا طعمه ما راح تكفيه. وبعدين يا سيدي هي الرواتب موضوع بعد دراسة طويلة معمقة لحاجة المواطن متطلباته الحقيقية. وشو ذنب الدولة إذا المواطن بحب الفرفشة والسهر واللي يجيب لي هذا الشاشة الـ LCD؟ خلص اطلع من وشي.
لهو مرتاح تبي أو ما تبي وكيف ما كنت تكوني أنا لربي.